برج اليورك الذي يمتد من باب البحر إلى يعني طريق المحاذي إلى الميناء، ويسمى بال يعني بال وال يعني وفي الأصل يسمى يعني القورج، يعني هكذا يسمى القورج، لكن يقال أن الإنجليز يعني عندما كانوا يحتلون مدينة طنجة يعني كانت جميع الأنشطة ديالهم يعني يقومون بها داخل هذا البرج ديال اليورك، بل يقال أن يعني المسرح عندما ظهر في طنجة يعني ظهر في هذا البرج ديال اليورك. كان الإنجليز يعني يضعون ألواح ويعرضون يعني مسرحيات داخل هذا البرج اليورك. يسمى أيضا مؤخرا كان يسمى قصر فيدال نسبة إلى الشخصية اللي عاشت هناك، ولكن أيضا عاش في هذا البرج، هذا برج يورك، عاش كاتب أمريكي اسمه ريتشارد هولمز، يعني عاش في البرج ديال يورك. ما تنساوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى برتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.